ورجعنا لكم، والاهلي خط احمر وهيظل النادي الاهلي خط احمر، وفي ناس لازم تعرف ان الاهلي خط احمر. الاهلي خط احمر مش لان النادي الاهلي فوق النقد او فوق الاختلاف، ولكن الاختلاف لما يكون موضوعي وبغرض ان الناس فعلا تستفيد. عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز خرج علينا بتصريحات كتير، منها انا بشوف ان في تجاوز في حق النادي الاهلي وفي تقليل منه وفي تدخل فيما لا يعنيه اطلاقا. نطلع ونشوف اول فيديو ونرجع نعقب. هل النهارده لما انا بلاعب الزمالك في الاسبوع الثاني ويتاجل ماتش في الاسبوع الرابع، ماتش بلا اي قيمه في الاسبوع الرابع لان فيه لسه 30 اسبوع بعديه والناس ما بتلعبش، وفي نفس الوقت بيتلعب ماتشين، يعني لو الموضوع ان احنا نقول امنيا، فالامنيا ان المباراه ما بتلعبش او اليوم ده ما فيهوش رياضه، لكن بنتفاجئ ان بيتغير الجدول لحاجات انا عن نفسي مش قادر افهمها، مش قادر استوعبها. بس احنا متعودين على كده، يعني احنا متعودين كلنا على كده. ونبدا السؤال، طب احنا بنعمل قرعه عليه؟ من خلالك احنا بنعمل قرعه عليه ابراهيم؟ لما الماتش، لما خلاص نعمل بعد كده كل ماتش اهلي وزمالك في الاسبوع الاخير. ما النهارده انت كل مكان داخل عشان ينافس، كل نادي بينافس في فئه معينه، في تارجت هو داخل من اول السيزون. ايوه بس خد بالك من نقطه، لا الاهلي اعترض على ميعاد المباراه ولا الزمالك اعترض على ميعاد المباراه، وهو لا ولا احنا من ولا هو حتى كمان كان قرار اتحاد الكوره. ما احنا بس خلينا نتكلم كلام واضح وشفاف، ده كان قرار امني بحت، ما هو واضح للكل يعني. طيب بالتالي الملف ده، الملف القرار الامني يا فندم، القرار الامني الواضح والشفاف هو جدول الدوري اللي قاعد متاجل لحد 5 ايام قبل انطلاق المسابقه ما تعرضش على الامن. دي معلومه حضرتك. لا لا يا فندم، الجدول ما بيجيش غير بعد المراجعات الامنيه. هل ما اتعملش مراجعه امنيه وكان معروف من البدايه ان في الاسبوع الرابع يوم 28/12 مباراه اهلي وزمالك؟ ما كانش حد عارف؟ يعني الموضوع كان فجأة؟ كان سر؟ لا ما كانش فجأة وما كانش سر، لكن هي القصة كلها من قبلها بخمس أيام لما اتقال إن في لعيبة موجودة في الناديين عندهم كورونا اتقال إن الماتش هيتأجل. مش ده اللي حصل؟ حقك كحد موجود في نادي في واقع مسؤولية إنك تتمنى انتظام المسابقة، ده شيء مفروغ منه وكلنا بنتمناه طبعا، ولكن ان احنا ننتقل لمرحله تانية، ان بتكلم ان الامن ما كانش عارف ان المباراه في الاسبوع الرابع، وهنا يبدا الاشاره باصابع الاتهام في دائره خارج ان التاجيل امني. حضرتك يبدو انك حديث العهد بالموضوع، فما عندكش فكره ان كتير جدا كانت المباريات وفقا لقرار الامن والمعطيات والمستجدات اللي عنده ومش عند حضرتك اكيد لان دي معلومات امنيه كانت بتؤدي لتغيير مباريات. هنا بقى المشكلة، وأفصحت عما في قلبك وفي صدرك لما رحت قايل أصل الإصابات المباراة اتأجلت لما حصل إصابات بكورونا. طب أنا عايز أسألك سؤال، إيه الحكمة إن الفريقين وهم كاملين هيلعبوا بعض، أو الفريقين لما هم ناقصين برضه هيلعبوا بعض؟ لو ده السبب، أنت قلت الفريقين، النادي الأهلي كان عنده مصابين بكورونا ومحدش أجل حاجة، نادي الزمالك بعد الإصابات بكورونا تأجل، مش بقول إن السبب كده، بس بتكلم إن طب ما هو النادي الأهلي كان عنده إصابات بكورونا ومفيش حاجة تأجلت، يبقى السبب أمني، يبقى لما أعترض أعترض في إطار إن كنت بتمنى إن المسابقة تبقى منتظمة، مش النقح من النادي الأهلي والزمالك بحجمهم في تصريحات لها غرض مش مفهوم. وفي نقطة كمان، الأهلي والزمالك لعبوا نهائي دوري أبطال أفريقيا وفي هنا ثلاثة مصابين كورونا وثلاثة. أنا قبل ما أتكلم عن الماتش أنا هنا طبعًا، ده لما بيتكلم عن التأجيلات هنا مباراة شهيرة جدا بين الزمالك وبيراميدز، تقريبا نادي الزمالك، مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي نادي بيراميدز اتفقوا على التأجيل. المباراة كانت 2 أكتوبر 2018 وكان النادي الأهلي عنده مباراة دور قبل نهائي في 2 أكتوبر، فالأمن قال ما ينفعش مباراتين يتلعبوا في القاهرة بعد تصريح رئيس نادي الزمالك وبعد موافقة الجانب أو جانب نادي بيراميدز على تصريح رئيس نادي الزمالك. اللي حصل إيه؟ المباراة اتأجلت ومش كده وبس، ونادي بيراميدز لعب مع بتروجيت يوم 3 اكتوبر، يعني تقريبا مش تقريبا ده تاكيدا نفس الحاله. ولما اتقال المباراه تتاجل 24 ساعه قال لا، اصل الزمالك عنده يوم 6 مباراه مع الاسماعيلي، ولما جينا ليوم 6 قال لك لا، اصل الزمالك عنده مباراه مع الهلال السعودي، وبدات فكره انا مش هلاعب بيراميدز الا لما الاهلي يلاعب بيراميدز، وبقت الامور على الكيف. فزي ما قال فارس، مش يبدو انت اكيد طبعا حديث العهد لاعب العاب ضمنهور السابق، فالمواضيع التنافسيه دي اكيد صعبه عليك وحديثه عليك. وهنا انا بوجه رساله لجماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي هو من يصنع قيمه البعض او قيمه الجميع،
سواء كنت محب او ناقد، وبالتالي هنا لما بنرد على حد بيكون من قيمة النادي الاهلي لا من قيمة من نرد عليه. النقطة دي حابين نوضحها وكل مرة نوضحها، لان الشعار ده مش المفترض ان اي حد يظهر تحت رايته او تحت شعاره، لان النادي الاهلي كبير قوي على الجميع. فعشان كده احنا بنرد من قيمة النادي الاهلي، وبالتالي لما يكون حد كمان متربص بالنادي الاهلي زي ما هنسمع في الفيديو التالي، لا لازم يكون ردنا رد قوي، لان النادي الاهلي خط احمر. نشوف فيديو كمان ونرجع نعقب. رمضان صبحي اكبر بكتير جدا من فكره الضغوط. التعاقد مع رمضان صبحي، انت ما بتعاقدش مع لعيب، انت بتعاقد مع مشروع. رمضان هو لعيب للحاضر وللمستقبل. احنا فاهمين كويس قوي ان في ناس متضايقه من تعاقدنا مع رمضان صبحي. وقطاع كبير، لان هو كان بيلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ليه شعبيه جارفه. قطاع كبير جدا من الجمهور كان غاضب ان رمضان انتقل، لكن هي دي سنه الحياه. احنا في عصر احتراف. النهارده انا موجود في المكان ده، بكره موجود في مكان تاني. واهم واهم من يتخيل ان الحب والولاء ده حاجه ابديه. دي موجوده للجمهور بس. لكن اللعيب ده راجل محترف بيتقاضى اجر. خليني اقول لحضرتك، كلنا شايفين هجمه غير مبرره وشرسه على رمضان من كل الاتجاهات. الراجل اللي قاعد بيحلل المباراه ده راجل حيادي. هو موجود في المكان ده عشان يحلل اللي هو بيشوفه. يطلعوا يقولوا وجات من اساتذه كبار ونجوم كبار، الطموح ونادي الطموح. يا فندم حضرتك بتحلل المباراه، ايه علاقه حضرتك باختيار اللعيب؟ ايه علاقه مدرب منتخب مصر الاولمبي باختيار رمضان صبحي؟ يقولوا انت صح ولا غلط؟ انا مش قادر افهم. ايه علاقه يعني، ايه علاقه يا جماعه؟ احنا النهارده بتتكلموا على تعصب؟ بتتكلموا على رياضه وتنافس؟ ولا انتوا عاوزين الموضوع يمشي في نفس الاتجاه اللي ماشي فيه بقاله 60 سنه؟ لكن انا بكلم حضرتك على رجل حيادي قاعد في استوديو عشان يحلل مباراه احنا كلنا شايفينها، وبيقول لحضرتك ما احنا كلنا عارفين الطموح فين. طب ما انا ممكن اقول لحضرتك ما احنا عارفين برضه الطموح ازاي؟ كان بيجي ازاي؟ هنتكلم عن موضوع الطموح ده فين؟ اللي المفروض اصلا قبل ما تيجي تحاسب الاعلام عليه، حاسب اللاعبين اللي بيطلعوا في المؤتمرات الصحفيه بيقولوا نفس الجمله بالظبط، ان احنا جايين عشان نحقق طموح. فكره بقى تصديق الجماهير من عدمه دي فكره ما ترجعلكش انت. ولو عايز ان انت الناس ما تتكلمش عن فكره الطموح، خلي لعيبتك ما تتكلمش عن فكره الطموح ويقدموا نفسهم بشكل مختلف. لكن بما انه قدم نفسه بالطموح، فبالتالي لازم نسال هو فين الطموح؟ لكن طموح الاهلي هنتكلم عنه بعدين. لكن نقطه ثانيه، انت بتقول رمضان لا يبالي. طب لما هو لا يبالي، انت زعلان ليه من انتقادات الجماهير؟ وبتتكلم ليه عن انتقادات الجماهير؟ وهنعيد تاني، معلش، لاعب العاب ده منهور السابق ما يعرفش يعني ايه تنافسيه، او يمكن كمان ما شافش يعني ايه تنافسيه لما لويس فيجو انتقل من برشلونه لريال مدريد. ايه اللي حصل؟ هيجوايين اترمت راس خنزير في الملعب. لما هيجوايين اتنقل من نابولي لليوفي في مدينه نابولي، التيشيرت بتاعه على الباسكت، سله الزباله. فبالتالي تصرف الجماهير المفروض ما تعقبش عليه. اما بالنسبه لتصرف المحللين هنتكلم عليه، بس انت عندك نقطه ثانيه يا فارس محتاج برضه هو يركز عليها، فكره الانتماء. هو يبدو برضه ان هو بيتكلم على خلفيته الذهنيه، واضح ان هو زعلان من الاهلي قوي، يعني النادي الاهلي واضح ان هو تعبه قوي يعني ومركز معاه قوي، لان تصريحاته كلها فيها تجاه النادي الاهلي. اللي عايز اقوله لك ان في اشياء لا تشترى، وانت هدفك انك تبين ان كل حاجه بتشترى، لانك افصحت عن مبدأك، قلت كل اللاعبين هم هدفهم الفلوس بس، واهم من يعتقد ان في انتماء. انت عارف كويس قوي اسماء لاعبين، ومش هنقول الاسماء يا اسامه ومش حابين نقولها، ولكن كلنا عارفين لاعبين في النادي الاهلي والجماهير عارفاها، انت فوضتها وعارف كويس قوي الرد بتاعها عليك كان ايه. وفي ناس بعروض رسميه واتقال لهم جاي لكم عرض كذا، اتقال احنا معاك ومكملين مع النادي الاهلي، ومش بنتكلم في تعويض مادي، النادي الاهلي انتماء. حاجات صعب تفهمها لان انت شغال في كيان مفيش فيه انتماء، انت بتاخد مال بتأدي خدمه قصادها، اكتر من كده ما تعرفش. وعشان كده فارس هو بيكلم المحللين، انت محتاج المحلل يطلع يقول كلام غير اللي انا شايفه. ممكن نستعرض صوره رمضان صبحي اللي انتقل لنادي بيراميدز من اجل الطموح، ونشوف عمل ايه امام فريق صاعد مع كامل الاحترام ليه، فريق سيراميكا كليوباترا، عشان نشوف ان اكتر من اهداف، لا 91 اهداف، صفر اسيست، صفر محاولات على المرمى، صفر اكسبكتد جولز، صفر تمريراته، لا رمضان صبحي اعتاد على ان يحقق اصفار. واضح جدا ان فكره الست اصفار شغلت رمضان صبحي، بقت بتنتقل من البنك
لرصيده في الملاعب، فمحقق 6 صفار في مباراه سيراميكا كليوباترا. محتاج تقول كالمحلل يقول على 6 صفار ايه؟ محتاج يقول ان اول 3 مباريات الموسم اللي فات رمضان مسجل 3 اهداف وصنع هدف، زي ما اسامه قال لكم اول 3 مباريات 0 رمضان، 0 كبير. وزي ما شفنا لاعب زي عبد الله السعيد اخر بطولات خدها مع النادي الاهلي 2 سنين، وهي المده الاطول من بعد 2011 ل 2018 مع النادي الاهلي، ما حققش اي بطولات. فلما الناس بتقول الطموح، لان هي عارفه يعني ايه الطموح داخل النادي الاهلي، ما حدش بيتجنى عليك، الطموح في الاهلي مش في حته تانية. واما بقى فكره الطموح بيجي ازاي، فدي حاجه اصعب من انك تفهمها الا اذا قعدت تدرس النادي الاهلي، اداره، جهاز فني، لاعبين. مثلث النجاح في النادي الاهلي، نشوفكم الاسبوع القادم، والاهلي دايما خط احمر. انتهى الكلام، سلام.